طهران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على وزارة الأمن الإيرانية على خلفية اتهامها بالوقوف خلف هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا في تموز الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الوزارة تدين بشدة خطوة وزارة الخزانة الأمريكية في فرض الحظر مرارا عليها، معتبرا أن الحظر الجديد لن يكون قادرا أبدا على إحداث أي خلل عند من يخدمون أمن الشعب الإيراني في هذا الجهاز الشامخ على حد وصفه. قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن النص النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق إيران النووي شمل تعديلات إضافية بلغ الحد الأقصى للمرونة، إلا أن إيران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت بدلا من ذلك التصعيد في برنامجها النووي. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن أحدث طلبات إيران أثار شكوكا بخصوص نواياها والتزامها بنتيجة ناجحة بخصوص الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنه في وقت اقتربت فيه الدول من إبرام اتفاق فتحت إيران مجددا قضايا منفصلة مرتبطة بتعهداتها الدولية الملزمة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وأكدت الدول أن موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة ويفسد توقعات استعادة الاتفاق النووي، مشددة على أنه بأي حال استخدام الاتفاق النووي كوسيلة لتحرير إيران من تعهداتها الملزمة الأساسية للنظام العالمي لحظر الانتشار النووي. وأعلنت الدول الثلاث أنه وفي ضوء إخفاق إيران في التوصل لاتفاق على الطاولة ستتشاور مع الشركاء بخصوص السبيل الأمثل للتعامل مع تصعيدها النووي المستمر وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ الفيزياء النووية الدكتور هادي دلول من طهران. دكتور هادي أهلا وسهلا بك. إذن دكتور هادي، ما الذي يحدث بالتحديد فيما يتعلق بالبرنامج النووي عندما تتعهد لربما طهران بالوفاء ببعض هذه الالتزامات ومن ثم نعود ليتوقف هذا التفاوض أمام التصعيد في موضوع البرنامج النووي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى محمد. تحية لك عزيزتي وللسادة المشاهدين. أولا، لتكون هناك إجراءات نزيهة تعمل على الأمن والسلامة العمومية بضمان هذا الكوكب أن يكون في أمان وسلام من أي انتشار إشعاعي أو أسلحة نووية أو أي خروقات من أي نوع، هي الأجندة الأساسية في العنوان الرئيسي للأمم المتحدة كميثاق، والتي اندرجت وانبثقت منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقوم في تطبيق تلك الأجندات ومراقبة مدى صلاحية الدول المانحة الممنوحة للتصريح النووية. فهذه القدسية يجب أن تكون قائمة بنظام منضبط، فإن كان هناك أي خروقات بهذا الإجراء هذا يعني أن قدسية العمل قد شرخت، ومن هنا لا نستطيع أن نكمل في هذا الطريق قبل أن تعالج تلك الشروخ. الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بإجراء غير قانوني متعلق برفع بصمات بدون أحراز وبدون محضر ضبط، وخرجوا فيه إلى فيينا بعد الزيارة إلى تل أبيب، ولم يرفعوا هذا الشيء، هذا الأمر المتعلق في هذا الملف، ولم يأتوا في جواب. حينما دخلنا في الإجراء الآن بالمقترح الأوروبي هذه العثرة لا زالت موجودة. لنقفز عن هذه النقطة يجب معالجة هذا الشرخ. الأمم المتحدة لم يعالجوه، فبالتالي لا نستطيع أن نخرج إلى خطوة ثانية قبل معالجة هذا الأمر، خصوصا أن ما يترتب على المتطلبات الأوروبية تندرج في سياق الانضباط التقني. فإن كان الانضباط التقني قائم على نص أصلا غير قانوني أتته في الوكالة الدولية بأخذ بصمات بدون أحراز، هذا يعني أننا ندور في حلقة مفرغة مظلمة. ولكن دكتور هادي، أليس هذا الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأساس عندما نتحدث عن زيارة معلنة ومتفقة وعندما نتحدث عن إجراءات أمنية وكذلك تحقيقية ورفع التقارير؟ فلماذا هنا مفاجأة واعتبار ذلك بأنه شرخ في هذه العملية؟ طيب لنشرح الأمر.
عزيزتي، هناك ثلاث مستويات من الإجراء التقني المتعلق في الحوادث في البرنامج النووي. المرحلة الأولى التي تكون شدلت انسيدنت، اللي هي العادية، تسريب إشعاعي، شورت كهربائي، أشياء بسيطة تعالج وتوضع في اللوك فايل أو بملف في القطعة الإلكترونية أو الإنسترومنت المعدة القائمة فيها وتعالج. النوع الثاني الذي يكون نتيجة حادثة. هذه الحادثة هناك مشكلة، يكون هناك لجنة داخلية وتعالج وأيضا يعالج كي لا تتكرر مرة أخرى. هناك كاتيجوري ثالثة ألا وهو الجريمة، أو أن هناك إجراء يعمل على ضرب في الأمن والسلامة العمومية، أو هناك حادثة ممكن أن تؤدي إلى ضرب الأمن مثل هذه الذي خرج فيها. السيد جروسي خرج من طهران، خرج إلى تل أبيب، ومن تل أبيب خرج إلى فيينا. ماذا قال؟ بأنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لجنة التفتيش، استطاعت أن تأخذ بصمات لأشخاص في أحد المنشآت. هذول الأشخاص يعملوا داخل منشأة غير معرف عنها، هذه البصمات تحمل إشعاع يدل أن هناك سلاح نووي يركب. طيب، في هذه الحالة، هذه الكاتيجوري سي، يعني كان المفروض اللجنة التي ضبطت البصمات أن تعمل محضر اجتماع، تشكل لجنة من الطرفين، ويكون هناك أحراز، ويكون هناك محضر ضبط تضبط فيها الحادثة. أين الأحراز وأين محضر الضبط؟ غير موجودين. يعني هذا التقرير الذي خرج فيه السيد جروسي إلى فيينا حتما هو من تل أبيب، كونه بدون أحراز. هذا الكلام أعطيناه 72 ساعة. إن لم تأتي بالأحراز وتعيد تشكيل اللجنة لنرى كيف اللجنة الداخلية خرجت بهذا التقرير الغير مبرر تقنيا، سنضطر بفك الكاميرات ثانية. لم يجيب وفكت الكاميرات، وإلى اليوم ليس هناك جواب، وهذا يؤكد بأنه شرخ قدسية العمل التقني المكلفين فيها كوكالة دولية، أن تكون تقاريرهم تقنية دون الحياز لا لطهران ولا دولة أخرى، أن تكون فقط للأمن والسلام العمومية. من هذا الباب يجب تعديل هذه المسألة المبهمة قبل أن ندخل في الخطوة المقبلة. نعم، وبالتالي إن فكت هذه الكاميرات نعود إلى الحجر الأول وإلى الخطوة الأولى، ولا نعود إلى موضوع المفاوضات وإلى ما وصلت هذه المفاوضات. وهنا الاتهامات تأتي بأن طهران تتذرع بأمور منفصلة لا تتعلق بالاتفاق الأساسي بعد هذه المفاوضات المستمرة والمنقطعة وما إلى ذلك. عزيزتي، من أعادنا لهذه النقطة؟ أليس تقرير جروسي؟ هل خرجنا وطردنا الأمم المتحدة بدون مبرر؟ ماذا ترتب على هذا التقرير؟ ماذا ترتب على هذا التقرير دكتور هادي؟ هنا النقطة الأساس، هل انعكس ذلك في الردود وفي الاتفاقيات؟ طبعا انعكس عليه بأنه ركبت سيناريو جديد، أن هناك سلاح نووي يركب في مكان مبهم. هذا مكان ما حصلوا إليه. أما بالنسبة بما يتعلق في الاتفاق، عزيزتي، إن لم تكن الأساسات قائمة بوضوح لا يمكن الاتفاق أي اتفاق إجراء في المستقبل، لأنه مبني على خروقات. هذا يعني أنه هناك مجال في باب مفتوح للوكالة الدولية بأي مرحلة قادمة بعد توقيع الاتفاق أن تعود إلى هذه الحيثية وتستثمرها بشكل رجعي. هذه العملية جدا حساسة بالنص القانوني. إن لم تكن الأمور مضبوطة بوضوح بالنصوص بالبداية لا نستطيع أن نكمل العمل بالجون كومبرهنسيف بلان أوف أكشن المتعلق في الضبط والأمن والسلامة العمومية والسلاح النووي الذي وقعنا على الام بي تي فيه. نعم دكتور هادي، حتى نبسط المسألة لكل من يتابعنا اليوم، خاصة في موضوع التعاملات والإجراءات وهذه التقارير المرفوعة من قبل الوكالة. إذا أنت تتحدث اليوم عن وجود شرخ تم ضبطه من قبل الوكالة، أو لربما بحسب الإدعاءات والاتهامات في هذا التقرير، ولكن دون إعطاء الفرصة لطهران بإيضاح الموضوع والتحقق، ولربما وضع هذه الأدلة أمام الحادثة. لا، تم التوضيح بأن هذه الإجراءات غير مكتملة المادة التقنية، والتي لا تحوي أحراز ولا تحوي محضر اجتماع ومحضر ضبط ليخرجوا بوكالة دولية ويثبتوا هذا الأمر. أبسطها للمشاهدين الآن. إن أحد المشاهدين ذهب ووجد أن لديه مخالفة سير، حينما ذهب ليدفع المخالفة لم يجد رقم المركبة ولم يجد اسمه على رقم المركبة ولا الشارع التي تم ضبط المخالفة فيه. هل يدفعها؟ أن يذهب ليعترض بأن هذه المخالفة غير قانونية؟ هذا هو نفس الفكرة، ليس هناك أحراز. فمن أين أتيتم بهذا التقرير؟ ولماذا خرجتم من الواقعة قبل أن تعملوا الضبط؟ يعني مثل جريمة قتل حصلت وضابط التحقيق ذهب وسوى تقريره ولم يأخذ الأحراز معه ليضبط بأن هناك، ولم يأتي بالمعمل الجنائي كي يضبط هذه الأحراز. كيف يخرج أمام المحكمة ويقول هناك جاني؟ هذا قام بالجريمة، فلم يكن هناك حرز الذي يؤكد بصمات الجاني عليه.
نعم، تحدثت عن أن هذا التقرير وهذه الإجابات كانت قد خرجت بعد الزيارة إلى تل أبيب، فلربما نتحدث هنا عن الدور الإسرائيلي في ذلك، خاصة فيما يتعلق بالمشهد والتأليب ضد الاتفاق النووي من جانب، خاصة على الولايات المتحدة وكذلك الدول الأوروبية. تل أبيب لديها هم واحد فقط، زج الملف الباليستي والحرس الثوري بالاتفاق النووي، لا تريد شيء آخر، فقط هذا الأمر. وهذا الأمر من سابع المستحيلات القبول فيه، لأنه أصلا لم يدرج بالاتفاق النووي، وواشنطن وجميع دول العالم كانوا موافقين على السلاح الباليستي. والدليل على الكلام بأنه من مايو 2015 بعد توقيع الاتفاق بشهر إلى مايو 2018 لم تأتي دولة، لا أمريكا ولا أي دولة أوروبية، تعترض على 82 بند، أنهم لم يشملوا البند العسكري، حتى ظهر ترامب وقام بهذا الإجراء. فبالتالي كانوا موافقين على وجود السلاح الباليستي كونه دفاعي على دولة عرضت لحرب 8 سنوات. من هذا الباب لا يمكن عمل الإجراء العسكري، وحاولنا بهذا الأمر ب 2017 أن نمرر هذا الأمر، أننا مستعد أن نناقش الملف الباليستي، ولكن على شرط إن اعترفت واشنطن فقط بالأربع سنوات الماضية بكم السلاح الهائل الذي بيع للإمارات والسعودية بالأربع سنوات الماضية، الذي ممكن أن يحرق المنطقة، والذين هم يهددوا بأنه ضد الجمهورية الإسلامية، فيصبح جميع السلاح الباليستي دفاعي أمام هذا السلاح المرصود على الشعب الإيراني. من هنا أقفل الملف. موضوع الإخوة العرب، كمان ترامب قال بأنه يدخلوا بالاتفاق، قلنا لا بأس، ولكن مكانهم ليس بالاتفاق النووي. فتحنا لهم هرمز للسلام، الإخوة العرب المسلمين بالضفة الغربية من خليج فارس، تفضلوا إلى هرمز للسلام، نحل كل مشاكلنا، والحمد لله، ونتمنى رب العالمين أن يكمل هذا العمل. الآن السعودية تخطو، الإمارات تخطو، نتأمل البحرين، الكويت تقريبا انتهت على الطريق، عمان منتهية، قطر منتهية، فبالتالي سنحل هذه الأزمات مع الإخوة العرب. الخوف الذي زرعوه بالباطل من الجمهورية الإسلامية سنمحيه، ومن هذا الباب نستطيع أن نلم الأسرة المسلمة تارية دون أي مشاكل، والصهيوني في الخارج. من هنا عزيزتي نقول بأننا لدينا تقنيات نووية على المستوى المدني لا يستطيع أن يجرمونا فيها بالصفة المباشرة فيذهبوا أن نصنع سلاح نووي، لأنهم لا يمكن أن يقولوا بأننا مجرمين بعملية تقنيات وخروج. كيف ترى الطروحات أو السيناريوهات المتاحة الآن أمام هذه الأزمة مجددا؟ فهذه ليست المرة الأولى ولا جولة المفاوضات الأولى ولا عودة للاتفاق النووي حتى الآن. هناك ثلاث أمور. الأمر الأول نزاهة الأمم المتحدة بسحب كل ما قدموه المدرج من دول غير معرفة، لا أريد أن أقول إسرائيل. الأمر الثاني الالتزام الأخلاقي للأمم المتحدة بما يتعلق في الشعب الإيراني بموضوع العقوبات التي تأتي من هنا وهناك بالباطل. الأمر الثالث وهو الأهم، الركيزة الأساسية ليكون هناك اتفاق، ضمانات. ضمانات ليس كما قدمت من واشنطن أو الاتحاد الأوروبي، ضمانات يجب أن تكون تحت يد الشعب الإيراني. إن حصل أي تخاذل من الرئيس بايدن أو أي رئيس آخر يدخل في انتخابات قادمة، يستطيع الشعب الإيراني أن يحفظ حقه باليد من هذه الإجراءات. وطرحت أنها معدات تعمل في الخليج فارس لدى الإخوة العرب، شركات أمريكية وفرنسية وبريطانية وألمانية، قيمة المعدات بال 140-150 مليار دولار توضع في ورق. هذا الورق ليس فعال وليس له أي جدوى طالما أن الاتفاق ساري وليس هناك خروقات. أي خروقات تماثل خروقات الرئيس دونالد ترامب، فورا بالورق والمستندات نضع يدنا على هذه المعدات وتكون تحت تصرف الشعب الإيراني. أعتقد هذا الحل الوحيد الذي يثبت حسن النوايا، لأنه طالما أنتم ملتزمين المعدات لكم وتعمل تحت سيطرتكم. أي خرق فالمعدات تكون للشعب الإيراني. إن رفضوا لدينا حلول أخرى، التوجه شرقا، لا زال هناك دولتين أساسيتين في الأمم المتحدة بالمجلس الأمن، روسيا والصين، مستعدين أن ندخل في إجراء ونلم دول أخرى، ونتمنى دول الخليج تنضم، ونعمل كسر الأحادية التي سيطر عليها الصهيوني الأمريكي طول 50 سنة الماضية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور هادي دلول، أستاذ الفيزياء النووية، كنت معنا من طهران.